اسمع اسمع سمعتوها ولا لا؟ وإلا ما كتسمعوش إلا ضعيف لكم السمع. شو هاد الناس؟ أقسم بالله أنا كنقول لكم الكراغ الكتعية ما دير فيهم خير، ياك غير البارح ولا جاو للرباط وتهلاو فيهم وعطاوهم الورود وعطاوهم الماء، أقسم بالله ما كيقر فيكم الخير. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله. قبل ما نبداو اليوم غادي نهضروا على الجماهير، نقدر نسميها الكرغولية، لأن في الأول قلت لكم راه مزيان ملي ولينا كنشوفهم كيحترموا النشيد الوطني المغربي، ملي ولينا كنشوفهم أنهم كيحترموا المغاربة، لكن سرعان ما عادت حليمة لعادتها القديمة. سمعنا عاود عطيلو البنان بالدليل والبرهان وبالفيديو. قبل ما ندوزو داك الفيديو نشوفوا الفيديو اللي صيفطتو لنا على بركة الله. أول فيديو باش فكراتكم هادي دابا باش كيلعبوا المغاربة، باش فكراتكم اش كتبوا هنا؟ فخر الجزائر يلعب به أبناء المغرب. دابا هذيك اللي قالوا لك صنعوا، ها هي حنا غير كنلعبوا به. قالوا لك أول سيارة. نعاود لكم، شوف دخلنا عليكم بلا واش ماشي هي هادي. ها هي كاع حنا، شوف صنعنا كاع حنا. قطار البخار ها انت ماشي هادي؟ ماشي هادي اللي دشن؟ دخلنا عليكم بالله واش ماشي هادي اللي دشن وزير الصناعة عندهم؟ ها انت المغاربة غير كيلعبوا بيا، كتدشن وصرف ملاير وقد صنعنا سيارة، سيارة جزائرية 100%. اش كتجي تشوفها؟ شوف ديال اللعب. لا حول ولا قوة الا بالله. ها هي بالزرق بالحمر بالصفر اللي بغيتي، عرفتي المغاربة ها انت شوف هادي حسن منها، مازال هادي راه كاين هاد الحديد هذا بروتيج ليك، ولا الاخرين راه كوسان اللي بحال اللي صايك التراكتور كوسان، وانت كتشوف في الرويض وكتشوف في الارض وتشوف في السماء. ندوزو لفيديو اخر، والله هاد الكراغ لا اله عالم. اليوم شفنا في الاخير تاع الكار من الجزائر، عطتني دفتر بالنسبه لكار. خلينا من الكار ما تشرحش هذا الموضوع هذا، خلينا بالكان ما نزيدش نهضر على هذا الموضوع هذا. شوش كتبوا دابا هما؟ راه هادو راه جزائريين اللي كيكتبوا. رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفزاف، اضعف رئيس اتحادية في تاريخ الجزائر. خلينا من الكان واحد ما يزيد يهضر عليه الهضره، ما يعرفش يهضر راه غير يخلط. الحمد لله، قسما بالله الى التقسحوا في هذه ديال الكان 25. علاش سيطرة المغرب؟ المغرب خلاتهم ينسحبوا من 25 وما رضاوش، عطاو الدوسي 27. نساو ان في 27 كاينين الفراعنه. واش مصر غادي تخليكم تدوزوا مرور الكرام؟ هضرنا فيه ماشي حنا الموضوع راه لهذا الملف راه في طي الخبره وليفالياسيون في طي الخبره والتقييم. حنا ما رانا طرف لا في الخبره لا في التقييم، خلاص. جمله مفيده ما عارفينش المسؤولين الجزائريين يقولوا، قال لك بغاو ينظموا كاس افريقيا كاس العالم. هذا الموضوع الناس كثير غلطتها ب 2025. توضيح خاص لكل مقام مقال. شكرا. اقسم بالله ما كيخدم، عرفتي ما كيخدم وما ينصبوا مسؤولين في الجزائر غير بحال تبون، لان ما يمكنش تجيب لي واحد ذكي ولا واحد بعقله ما غاديش يتفاهم مع تبون، خص غير شي واحد اللي كيضرب هنا ويضرب هنا يضرب ويزقل. ندوزو لفيديو اخر. اسمع اسمع سمعتوها ولا لا؟ وإلا ما كتسمعوش إلا ضعيف لكم السمع. شو هاد الناس؟ أقسم بالله أنا كنقول لكم الكراغ الكتعية ما دير فيهم خير، ياك غير البارح ولا جاو للرباط وتهلاو فيهم وعطاوهم الورود وعطاوهم الماء، اقسم بالله ما كيقر فيكم الخير. عرفتي شكون كيصلح لكم؟ توانسة. شو توانسة تقدقوكم تما فرنسا واحترمتوهم، دابا كتصفقوا على توانسة. واي خوتنا توانسة، شو المغاربة اللي كيديروا فيكم الخير كتقول لهم عطيلو البان؟ علاش ما كتقدروش تردوا على توانسة؟ دابا كان المنتخب التونسي لعب تقدروا تقولوا شي حاجة على تونس؟ ما تقدروش. ها انت اسمع. سمعتيها؟
الفلسطيني ولبنان مروكي. عمركم ما تديروا عقلكم، عمرك هادي دبل الناس اللي كيدافعوا اليوم ها ولادكم قل من 17 سنه، شوفوا واش كيقولوا لهم تما، عطيلو البنان عطيلو البنان مروكي هذا. يلا اش بان لكم دافع في هادشي؟ دوك الناس اللي كيقولك لا راكم غالطين وعلاش وخوتا، اش بان لكم فادو؟ ياك عاد درتو فيهم الخير في الرباط، جاو كاين جزائري خرج قال لهم درهم ما خسرناه، ها هما كيردوا لنا الجميل. انا قلت لكم الفيديو الفايت قلت لكم راه واخا شتو ومسكتو في النشيد الوطني واحترموا المغرب في النشيد الوطني، انتظروا راه شي حاجه ما يمكنش تمر مرور الكرام بلا ما يديروا شي حاجه. انتم شوفوا من زاويه اخرى فيديو اخر. بالزماره وبالتطبيل وبكل شيء راه ماشي انت اسمع. هذه هي الاخلاق ديالكم، هكا كتردوا لنا الجميل ديال الاحترام والاستقبال، وكيفاش سولوا الجمهور اللي دازوا المغرب كيفاش تستقبلوا، سولوا واش كاين شي واحد قال لهم الكرغول يا الكراغله، ما كاينش. اما حنا نقول لكم الكراغله تشعل فيكم العافيه من الداخل، لكن لا، اخلاق الملوك ما كتسمحش اننا ننزلوا لذاك النيفو. ما يمكنش دابا هادو كتشوفهم عمرهم ما يديروا عقلهم، عمرهم ما يديروا عقلهم. وانا قلت هيد في الفيديو شو حدين ما تقولش، قلت لهم شوفوا راه غادي نستقبلوهم مزيان في الرباط ونتهلاو فيهم ونمشيو ليه وقولوا لنا عطيو له البنان وعاودوا يجوا عاودوا نستقبلوهم عاود ونتهلاو فيهم والاحترام ويمشيو ليه عاود يقولوا عطيو له البنان قولوا لفرنسا ماناش مراركه والسب ويجيو لهنا عاود ونحترم. راه هكا باش غاديه، حنا كنتسناو يديروا عقلهم، هما ما عمرهم يديروا عقلهم وهي غاديه. انت اسمع انت راه ما تقوليش قديم ولا مو في براك ولا هاجنوا بافريقيا التوني ديال الخضر والصفر، ها المغاربه راه الماتش اللي لعبوه. ما كاينش واحد يقولك لا داك قديمه لا مو في برا، شوف اللي كاينه راه كنقولوا كاينه، اللي ما كايناش ما كندوزوهاش كاع عندنا، هذا واقع اللي عمر الجزائر ما تبرى منه. كدير فيه الخير في الكرغولي كيردوا لك بالعار، تعاود دير فيه الخير عتادير عاود قص الكاميرا ويردوا لك عاود بالعار وتعاود دير فيه خير. انت كتقول دابا يدير عقله، دابا ينضج، دابا يعرف انه راه كيهاجم الناس الغلط، ماشي حنا اللي غادي تهاجم. والمفارقه العجيبه هو ان الترجي دقدقوهم تما في صراط، دقدقو شبيبه القبائل الجزائر ما لاطش ديك تصور كون داكشي وقع في المغرب على نوضه غادي تنوض الجزائر بالصحافه ديالها بالكابرانات حيت تونس لا ما كيقدوش. دابا داكشي باش كنقول لكم عرفتي التوانسه والمصريين راه كيخرجوا فيهم عينيهم والدكداكيه تما وكيتسمروا الجزائريين والمغرب اللي كتحترمهم والاداب وما كاينش كاع اللي خسروا اللي خاطروا في المغرب كيرجعوا ليه وبدا يسبونا. تفهم حتى لعبه معانا يا خوان. وصلنا لاخر هذا الفيديو، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، عطيونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، ما تنساوش لايك وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. الصراحه هذا واقع كاين اللي كيتهرب منه ولكن الكرغول اللي كدير فيه خير كيعاود يسبك ودير فيه خير وعاود يسبك، هادشي اللي كاين. السلام عليكم. واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انت القرون.